احنا بنشيد بالحوار الوطني اللي بينادى بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا فعلا في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بنعمل الحوار. احنا اساس التنسيقية الحوار الوطني، بنقعد على دائرة مستديرة بنتناقش وبنوصل لافضل الحلول لاي مشكلة اي قضية بنتناولها. بننزل لكل مواطن، بننزل للفلاح، للعامل، للدكتور، للمهندس، لكل الفئات، بنسمع رأيهم والقضايا المهتمين بيها.